مرحبا، معكم Creative Aid. اليوم سأتحدث عن طريقة عمل شاورما اللحم. أولا، وفي صحن عميق نضع ملعقة طعام بهارات الشاورما، ثم نضع ملعقة صغيرة هيل مطحون، ونضيف أيضا ملعقة صغيرة فلفل أسود وكوب من اللبن الزبادي. ملعقة صغيرة ملح، ملعقة كبيرة عصير الليمون. نقطع بصلة واحدة على شكل أجنحة ونضيفها إلى التتبيلة، ثم نضيف ملعقة طعام عصير البرتقال ونصف كوب زيت، ثم نضيف نصف كوب من الطحينة. نصف كوب خل، ثلث الكوب من الماء. نحرك المقادير جيدا، ثم نقطع 1 كيلوغرام من اللحم، يمكن أن يكون اللحم ضأني أو بقري، إلى شرائح رقيقة. ثم نضع شرائح اللحمة في التتبيلة لمدة ساعتين. وبعد ساعتين نوزع اللحمة جيدا في الصينية. ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة 500 لمدة 45 دقيقة، مع مراقبتها والتقليب بين فترة وأخرى. وهذا الشكل النهائي. نشكر متابعتكم. لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة والضغط على زر أعجبني. وإذا كان لديكم أي استفسار تركوا تعليق.